والآن يأتي الدور على شاعرنا الأستاذ أيمن البدري. أهلا أهلا بك أيمن البدري. صح؟ أهلا بك شاعر الإعلام. أهلا بك يا فندم، نورت صالونا عافية. أول حاجة طبعا أنا سلام بحضراتكم، لأني ما أعرفنيش أنا أحد تلامذة السادة اللي موجودين النهاردة، أستاذ ده بروف العرب. أنا أيمن البدري مذيع في إذاعة أسوان FM، مسجل أعجابي بالصوت الإذاعي اللي مش عارف إزاي ده بره الإذاعة لغاية دلوقتي. الدكتورة منال إزاي ما عندهاش برنامج إذاعي؟ صح يا استاذ ربيع، انا شايف ان هو صوت اذاعي لو عمل حاجه راديو هينجح جدا، وانا خدها من صابون عربي قريب. صعبه باشا كريستيانو راح السعوديه، يعني استاذ منال مش هتيجي راديو اتصالات. بشكركم. هو بس استاذ عوض شايف ان انا استاذ عوض مصممني شاعر، انا بكتب شويه خواطر لا ترضى للي انا سمعته النهارده من كل الاساتذه الخواطر، فخليني اقول حاجه انا كاتبها واتمنى ان انا اسمع رايك. طبعا استاذ سامح خلوني لا لازم نسمعك، ان انا اقول شعر الراجل الطيب ده قاعد صعب يعني. يعني بس يعني نتعلم من حضرتك هو الاستاذ ايمن ليس اعلاميا فقط ولكنه فيلسوف. بينور اي مكان يبقى موجود. خلينا نقول بس ان الشعر ملكه ممكن الواحد يكتسبها من معاشرته للاقواط والشعراء، وبتبقى في محاولات والاساتذه بيشيدوا بيها فالواحد بيكمل. ده غير ان ممكن اي حد في الدنيا يخش حياته موقف او انسان او انسانه يخلوه يكتب حاجات هو مش متخيل ان هو كل كلام كان هيكتبها. خلينا اقول لكم ان دي حاجه كده كتبتها، ممكن بس الناس اللي من المجتمع بتاعنا في بعض المصطلحات هم بس اللي يفهموها، وهيقوم بعد كده استاذ عوض بالشعر. انت مزيكا في حياتي زي صوتك وزيزو فوزي، تخطفي كسلم خماسي لو مره نشزتي جوزتي، فيكي تون مظبوط بنوته زي تون صوتها حنين، مشيتك قاعده ثابته زي راب زي سين، بسمعك خانه في كفن بلمسك كما غير مفهومي، انت ليكي قلب كفن لايقه جدا زي توبي، اسطوريه زي عود الخال منيب، توصليني زي اشعار عبد الصبوري، انت جرأة جيل دهين، انت جنة وجو سوري، شيك كما حسن الصغير لما قال فخورا، زي حفلة حلوة زي شجرة رسالة، أو كطفلة جت تقول صورة يا عمو، انت يا كل الغنى، يا صوت أبو جريشة ومنير، انت هتغطى بروشك، انت أشبع من عبيدة، أعزفك بجنان بفضلة، أذكرك يوسف وبير، انت غير، انت مزيكا حياتي، انت كل ما هو حياتي، انت صبرا، انت صورة، انت يا حدودي وبلادي. شعر واحد شعر ونص.